قصاد اول الهدفين من ركلة الجزاء وكذلك ايضا من كرة كانت رائعة. هنا كرة امامية خاطئة ايضا، كرة كانت رائعة من نعيم بالرب، هدف بعد تغيير الاتجاه كان هنا رئيس النادي الاتفاق حسين عبد العزيز يغادر المنصة يبتولي في هذه اللحظات مع الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول. شوف القحطاني بعرضية اللي مرت بعيدة، مرت إلى خارج أرض الملعب. صالح بشير كان يطلب الكرة، لا وصلت لبشير، ما وصلت. شوف عبد العزيز الشركي اللي غادر طبعا لا تعليق